السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج Open BIM Water Equipment. هنبدأ نحط الإكيوبمنت بتاعتنا. فممكن تقول له مثلا عايز احط وش بسين، هتدي له الاسم بتاعه وتختار هل هو سكوير ولا سيركل ولا سيمي سيركل والابعاد بتاعته، ولو في اكسسوري بالشكل دوت، لو في تاب بالشكل دوت او ميكسر واحده بس كده وميكسر اكسبت. ثم هنبدا ان احنا نحطها من هنا. تختار الاتجاه بتاعك بالشكل دوت اهو، هو بيبدا يكتب لي المعلومات اللي انا عايزها هنا. طيب بعد كده مثلا ممكن تكون عايز احط تواليت، لو هنا التايب بتاعك بالشكل دوت، وتقدر تاخد في سيكشن لو انت حابب. اكسبت ونبدا ان احنا نحطه بالشكل دوت. ممكن تحط بيدي جنبي لو طبعا معاك وش ماشين مثلا اهوت، في اكتر من نوع، تختار النوع اللي انت عايزه وتحطه هنا بالاتجاه اللي انت عايزه بالشكل دوت. ولو عايز تعدل في الكتابات فهتيجي هنا في درونج سيتنج، ممكن تشيل ريفرنس تايب موديل، ممكن تضيف الكي، ممكن تخلي الكي بالحجم الكبير بالشكل دوت. وعن طريقة برضو ان تحط بموديل لايك مثلا هاند باسين بالشكل دوت، تبدأ تختار المقاس اللي انت عايزه اكسبت وتحطه هنا مثلا اهو، تختار المقاس. وممكن بعد ما تشتغل عليه ده البيم سيرفر، فبتقول له ابديتد، فبيبدا يعمل ابديتد وده يسمع في كل البرامج بتاعت سايب، بيختار المشروع اللي احنا هنشتغل عليه وليكن مثلا في بي، هل هو بروفيشنال ولا ايدوكيشنال. فاول تدخل على الموقع هتلاقي المشروع ده موجود، اكسبت، بيبدا يرفع لك المشروع. وفي اي لحظه ممكن انت تشوف المشروع بتاعك دوت على بقيه البرامج، زي مثلا الووتر سبلاي او الووتر ايفوكيشن، وكل البرامج هتلاقيها خدت الابديت اللي انت حطيته